خليني اقول لك على حاجه. اغتصبيه. ايه؟ ايوه، في رجاله ما يحبوش غير كده. اختي جوزها ما يروحش معاها غير بالجزمه. هي ادريه فين؟ ايه في ايه؟ حد مزعلك في حاجه لا سمح الله؟ تعالى. انا سبقتك. عملت ايه؟ اتغديت الحمد لله خلاص. تعالى. لا مش مره واحده كده لو سمحتي. اسمع، انا عايز اخلص. اخلصك ازاي؟ انا لو طلعتك ادريه هتزعل. تحب هنا على الارض؟ يا نهار اسود. اسود ايه؟ امال اخلف منك ازاي؟ ارجوكي بالراحه، اصل انا ماجيش غير بالهدوء. واوعدك ان انا مش هسيبه غير لما اخلص مأموريتي. هاتي بوسي كمان. بوسي يا حبيبي يا حسن. خير يا دلوقتي يا بنتي. صباح الفل يا عم مر. بتكلمي نفسك ولا ايه؟ بكلم نفسي. ده ايه؟ انت مش شايفهم اللي بيصبحوا ويمسوا علينا ومن غيرهم ولا نسوه؟ مش شايف انا زناد عندك في التلاجه. شايف؟ شوفوا في الديب فريزر. التلفزيون جنن الناس ولا ايه؟ الديب فريزر. هو الديب فريزر جاب تلج ولا ايه؟ صباح الفل يا عم مرسي. بقول ايه؟ ما تنساش تشيل البريده من النمليه عشان الفولت في البلد بيعلى ويوطى على مزاجه. يا عم مرسي سيبنا نقول. تقولوا ايه بس؟ ما هي مراتي بتصدق. يا اخويا خليها هي الاخرى تقول. والله علي النعمه انت جوز عليا ازاي الفل. الهي ربنا يخليكم لبعض يا رب. يسمع من بقك ربنا يخليك هنا يا عم مرسي. الوزير هو ده الباشا بتاعنا؟ ايه ده، انت مستحميه؟ الله، هو المفروض اجي الوزاره وانا واسفه لا مؤاخذه. بس اللي نعمله بالليل ندري لا مؤاخذه بالنهار. تعمل ايه يا ابني؟ انا ما بحكي. حسن، انا متهيألي ان احنا اتحسدنا. الولايه ام حسن دي عينها وحشه. ممكن، بس مش ام حسن هتحسدنا. هي لازم حكايه الديب فريزر والتلاجه بتوع كل يوم. يعني هو انا كنت بحكيها لوحدي يا حسن؟ ده غير اللي بتحكيه لكريمه صاحبتك في الشغل وغيرها. يعني انا السبب يا حسن؟ وبعدين ما انت كمان عمرك ما قلت لي ما تقوليش. كنت بلاقيك فرحان. اقول لك ما تفرحيش. وبعدين ما انا بقول ان ابوكي باشا. شفت؟ يعني مش انا لوحدي اللي غلطان، انت كمان. لا انا مش غلطان. ولا انت كمان. وينعل ابوهم كلهم. حبيبي
ابوك يا باشا، وعندنا تلاجة وديب فريزر وتكييف كمان، حد في عندنا حاجة بنجيبه. منك. وانت كمان ما تخافش، القران حاطاه في صدره، لو حد مد ايده هقطعها له. عارف لا اله الا الله محمد رسول الله. اهو ناشف انبسط. اناس بيقول لي سبالي 20 سنه ما دخلتش الكنيسه. انت؟ نعم. الزفته جت؟ معرفش، انا لسه جايه. بدك مش على ايه؟ اللي... اول ما توصل تروح شؤون الافراد. حاضر. بنتي يا زينات، انت هنا؟ خليني مرفوعه من بدري. قد ايه التكاليف عايزاكي تروحي لها شؤون الافراد؟ مش عارفه ايه طريقة لها صورتها ورقبتها، عارف زي ما يكون حد نطحها، والمره الجايه هركز على منافعها. يا نهار اسود، هو انت اللي نطحتيها يا بنت؟ او انا اتجوز جوزها. تتجوزي مين؟ جوزها 19 ويمكن 7. زينات، هو يا اختي امبارح مات والنهارده الخنكة؟ شفتي يا اختي المرة المجنونة؟ ده هي اللي مجنونة. امال انا؟ وشي رسم بالجري واشعة وكشف من اسمه ايه؟ اما كنت هتجنن. يا زينات انت مش مصدقاني حتى اساليه. طب والمصحف؟ والمصحف اللي بقوله لك ده حصل؟ شؤون الافراد طلبني. بطل بص، بطل بص لما يجي طهرك انت كمان. هتيجي يا بلد؟ يا عيني يا عم خليل، البنت بتخرف. عشان تشوف بس عمايل الناس. هونا شوية. برافو عليك يا بنت، والله برافو عليكي. مش كده برضه؟ أمال سيبها هي والخواجاي يخربوا بيتي. شوفي يا زينات، الكلام ده تقوليه في الشؤون القانونية، مش هيدوكي كذا. كل اللي هيعملوك هيحولوكي العيادة. نفس الكلام قوليه في العيادة، هيكتبولك انك مجنون. مش طبيعية. مش طبيعية ده ايه؟ هو الطبيعي ان انا اتطلق من جوزي عشان اتجوز راجل تاني 19 ويمكن 7، وهو يطلقني عشان يتجوز واحدة بعد سنة؟ هو هيسافر ليبيا؟ اسمعي بقى، مش احسن ما يشحططوكي ويحولوكي هنا ولا مرسي مطروح؟ كده هيعملوا ايه؟ هيدوك عمل خفيف. بنت الامل ده انت طلعت شطانة. اديني بوسه. يا اخي سيبني. اتفضلي اتفضلي يا عروسه. لا لا بيجي والنبي برجلك اليمين، برجلك اليمين. انهين هي ايه الانهين دي؟ الاوضه اللي هتبقى بتاعتي. اهي اللي في اخر الطرقه اللي مقفوله دي. تعال استني. ايه السوق؟ ايه صورتي انا وحبيبي؟ ايوه بس مش النهارده في الدخله وفي اوضه النوم. هاتيها هحطها لك في الصالون. يلا يا فؤاد يلا يلا. طيب يا رب يا رب اكبر بخاطري يا رب. مالك؟ ماليش. انا عندي فكره. ما تقول. وطي صوتك احسن قادريه تسمعنا بعدين. تسمعنا؟ ايوه. يا لهوي دي هتسمع سمع. 7 شهور هخليها تتقلب على الجنبين من اللي هتسمعه مني. 7؟ انت ناويه تخلصي في 7 على اسمك؟ تعالى وحياتك عندي وربنا قدرني اخليهم في 3. انت اصلك ما تعرفنيش، هتسأل حسد. انا مالي بحسد، انا حاجه تانيه خالص. لسه ما لحقتش. ما قصديش. اقلع عشان خاطري. ما قصديش. ايه ايه
في ايه؟ عندي فكره تاني؟ قصدي انا هتقولي ناكل الاول؟ لا ننام. يا سلام، امال احنا هنعمل ايه؟ قصدي ننام حقيقي كده. ازاي يعني؟ وانا اجيب لها عيل منين؟ من الهوا؟ اعذريني، اصلا انا متاخد شويه، خليها بعد الثلاث ايام عشان خاطري. ثلاث ايام، ثلاث ايام بس عشان انا مستعجله. معلش يا رب، معلش خليهم سبعة اشهر وثلاث ايام بس. بالكتير خالص اربع ايام. هموت ايدك. ثلاثه ثلاثه ثلاثه. تنام على الارض. أوه. الو حسن. ايوه يا حسن، انا زهقت. انت عامله ايه؟ منيله بنيله. وانا كمان، حتى الابتسامه زهقت منها. ايه رايك اخلعها؟ الو جنات، ما بترديش ليه؟ حسن، المزيكا اللي حواليك دي دي سؤالك يا حسن، بتستمتع لوحدك؟ بتستمتع حضرتك؟ هقول لك ايه بس يا زنات، هنا العلاج بالمزيكا، تصوري بيسموها ميوزيكا. بجد؟ يعني انت دلوقتي مع جنات في المستشفى؟ اه، ونازلين فوق دماغها ميوزيكا. هاتي بوسه بقى زنات. ما اقدرش يا حسن، انا متجوزه. اديني بوسه من وراه. عيب يا حسن عيب، انا بخاف من النار. وانت عامله ايه معاه؟ نعمل ايه يعني؟ وايه اللي تعمليه يا زناد؟ تبضعتك على الفاضي ولا ايه؟ يا حسن الحكايه عندنا غير عندكم، العلاج عندنا ارضي. ارضي؟ هو طلع تليفون ولا ايه؟ انت بتكلم تفاحه يا حسن؟ اقول لها موزه بتسلم عليكي، اقطع لها تذكره تيجي ترقص معانا؟ الو، مين اللي بتتكلم جنبك دي يا حسن؟ دي ممرضه حبيبتي بتاعت الميوزيكا. مع السلامه حبيبتي، مع السلامه. مش بقول لك نودا، انت هتفضل كده على طول؟ اصل انت، انا عاوز افهمك ايه؟ انت جامده قوي عليا. وانا مالي؟ اذا كنت بتدخرها قوي. وبعدين الواد ده هجيبه منين؟ جانيتا دي هتموت وتشبع موت، وانت هتفضل مرسوع كده ولا بصالك؟ انا عاوزك تثق فيا، هيجي يوم وهتشجع. انت بره، اطلع بره، اطلع بره. الكادريه اتحط عليها، اطلع بره، انام عندها. يلا من اني عايزه. وبعدين يا فؤاد، ادريه انا مش عاوز اولادي. ادريه خدي في حضنك يا حبيبي. طب بس 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 بس، والنبي انت حمار، هو في اجمل من الرجاله يا بنت؟ نفس داخل طالع عليه، دراعات تلمت بالليل. انا جسمي مش خلصان يا زينات. طب ده امبارح حسن خدني ودماغه الف سيف، لازم نبات في الهيلتون. فين؟ هيلتون رمسيس مش النيل. النيل رحناه من ثلاث ايام. يا بنت بطلي معه، انت جوزك يوميته كام عشان يوديكي الهيلتون؟ يا اختي مالك يا اختي بالزعق كده ليه؟ دافعه حاجه من جيبك؟ خدي ودي القهوه دي، الادويه تكاليف، انت فايقه يا زينات. طب والنبي، والنبي ما انا سايباكي ليه اللي بخليكي تتجوزي وتروحي لهيلتون؟ قال يعني العريس جه وانا اللي مش راضيه. طب يجي هو وانا اروح معاه لكندة الحسين. مالكوا هتموتوا؟ حد قال لكم ما تتجوزوش وتاخدوا نسوانكوا لهيلتون؟ كنت فين يا لحمي لما كنت انا جزار؟ حتى انت عم خليل؟ اعملي نفسك مش واخده بالي. نهارك قشطة. نهارك فل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الملف ده يروح النيابة الإدارية. حاضر يا فندم. اتأخرت زي كل يوم يا زينات. آخر مرة يا ست أدرية. هو عم خالد ما بينضفش ليه؟ باين عليها عجز. بقالك متجوزه قد ايه يا زينات؟ ما بعدش، احسن اتحسد. ياه، قد كده الجواز حلو؟ مش بس الجواز وتوابعه، ده عسل. لما الواحده تتجوز اللي بتحبه ما يبقاش عسل ليه؟ طب ده لو في حاجه احلى من العسل يبقى هو الجواز. تبقى الواحده لو مؤاخذه في حضنه في السرير، لكن تحس كده انها مسافره اسكندريه بتتفسح في القناطر. زينات كده دي في سكه؟ لا يا ست أدريه، اصل احنا متفقين كده نقدم موضوع الخلفه ده شويه لغايه ما نرجع من بعض. هو احنا لحقنا؟ يا دوبك بقالنا كام شهر.
وبعدين اصل موضوع العيال ده مش هيخلينا نسافر كتير. هو في حاجه يا ست ادريه؟ لا ابدا مفيش، بس انت برضه لازم تتاكدي انك تقدري تخلفي. يا لهوي، ده انا لو فتحت في الخلفه محدش هيقدر يسدني. ايش عارفه؟ امي مخلفه سته، واخواتي البنات كل واحده جايبه اربعه. والصبيان؟ تعيش انت قبل ما يدركوا. زينات، انت لازم تكشفي. اكشف؟ اكشف عن ايه؟ لازم تتاكدي انك ممكن تبقي حامل. وحضرتك القلم الموضوع ده ليه لمؤاخذه؟ علشان بحبك. يسترك يا ست ادريه، وانا كمان بحبك قوي قوي، وبدعي لك كده تترقي وتسافري، ولو انك يا ما سافرتي. طب تعالي تعالي معايا. اجي في ايه؟ بس اعرف يا ست عم خليل. عم خليل افندم، انا خارجه انا وزينات لمده ساعتين، لو البيه كلم قول له انا هطمنه عليها من المستشفى. ايه تطمني مين؟ البيه بتاعي. تطمنيه على ايه؟ عليكي. يوه وهو مال ومال؟ بعدين هتفهمي. اوعى يا عم خليل. يا قلبي مش مطمن. المهم انا قلبي يطمن. يا لهوي، برضه خدتها تسيق لها الترسينه. تعالي يلا بقى يا بنت. يلا هي دي العروسه؟ ايوه. اتفضلي يا بنتي. اتفضل اتفضل. فين؟ تعالي. اتفضل فين؟ اتفضلي تعالي. هو في ايه حضرتك؟ ما تخافيش. تعالي يا حلو. هو في ايه؟ اتفضلي. في ايه يا استاذ؟ اتفضلي. قطه قطه ايه يا اخويا؟ في ايه؟ ما تخافيش. في ايه؟ يا بنتي زي الفل. يعني بيبي هيطلع صحته كويسة وخالي من الأمراض؟ طبعا. بيبي مين وأمراض إيه؟ ده البتاع اللي اسمها إيه دي لسه مرفوعة بقالها يومين. استني بس استني دكتور، ممكن التليفون؟ أوي أوي اتفضلي. شايفة جميل إزاي؟ هو مين ده؟ الرحم. الإيه؟ مش بقول لك زي الفل. أيوه الدكتور قال لي زي الفل، والبيبي هيطلع خالي من الأمراض. ترى إيه يا ست أنتِ؟ هو إيه اللي مش بقول لك؟ وبعدين ابن يطلع بوكسير ولا مرضان هو ماله؟ طيب فؤاد هكلمك بعدين. ايه يا زينات يا حبيبتي؟ هو ماله ازاي؟ ده هيبقى ابوه. نعم؟ متهيألي اخرج انا. خمس دقايق بس يا دكتور لعل ما نتفاهم. وانت هتبقى شاهد. شاهد؟ يا نهار ابيض وزي القشط على راي حسن؟ شاهد على ايه؟ ما تفهميني؟ هفهمك يا حبيبتي ما تتنرفزيش، تعالي اقعدي اقعدي. اهدي كده اهوت واقعدي. اقعدي يا زينات اقعدي. أديني قاعدة، فهميني. زينات، أنت عارفة إن أنا ما بخلفش. يبقى اللي تكشف هو أنت مش أنا. أنا اتجوزت كتير، لكن طلقوني كلهم عشان ما بخلفش. أنا اللي نعيب مني، مش من خيبتهم. رجالة دون. وبعدين اضطريت اتجوز شاب صغير عشان اضمن ان انا اخلف، لكن ما خلفتش. تبقى مش خيبتهم، ظلمناهم. ده شاب صغير مش هلاقي غيره. يا لهوي تاني؟ طب وانا مالي؟ حد قالك ان انا عايز اخده منك؟ هو ده اللي انا عايزاه. نعم. الامل فيك انت يا زينات، لكن انا خلاص مفيش امل. يعني ايه؟ كلها 19 ويمكن 7 وتخلفي ولد من فؤاد وتسيبهولي. خص عليكي مره بطاله. انت فاكراني من دول؟ عايزاني انام مع جوزك من ورا حسن؟ انت فهماني غلط. انت هتتجوزي جوزي. اتجوز جوزك؟ شفتي بسيطه ازاي؟ هي ايه اللي بسيطة؟ انت ناسي ان انا متجوزة ولسه قايلة لك الجواز حلو وبحس اني مسافرة القناطر؟ ما انت هتطلقي. ايه؟ انا اسيب حسن وما سافرش معاه؟ يا بنت المجنونة. زينات ما تنسيش نفسك.
بنت المجنونه ده ايه؟ ده انت فرشه عندي.